إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم ونفسي عن عصيان الله. واعلموا أيها الأحبة في الله أننا مأمورون بالمصارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى كل ما يوجب رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه بإذنه. يقول الحق تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. الاستباق إلى الخيرات بشتى أنواعها، بصلاتها، صيامها، صدقتها، حجها وعمرتها، إلى غير ذلك من الخيرات. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. ويقول الحق تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، مفاعلة، كأنك تريد أن تسبق واحدا يسابقك في حلبة السباق، فتصارعه وتسابقه، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى بعد أن حذر من الاغترار بالدنيا ومن الاغترار بالغرور الشيطان، بعد ذلك قال تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الأوامر الربانية الواردة في القرآن الكريم تحثنا أيها الأحبة في الله على السباق والمسابقة إلى الخيرات وإلى الأسباب الموجبة لمغفرة الله وجنته، وهي جميع الأعمال الصالحة. فيجب أن يكون المسلم دائما في سباق، يسابق الزمن ويسابق غيره حتى يسبقه، ولا ينبغي أن يعد نفسه في هؤلاء المتأخرين الذين دائما يريدون أن يكونوا في الوراء، أن يكونوا وراء الصفوف، بل يريد أن يسبق السابق، ويريد أن يتقدم المتقدم، ويريد أن يكون في مقدمة الطليعة،
ولا يرضى لنفسه أن يتأخر. هذا شأن المؤمن، يستبق الخيرات ويصارع غيره. ويقول الحق تبارك وتعالى بعد أن ذكر بعض نعم الله في الجنة، قال تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس وتسابق وتسارع واستباق، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في حياته كلها. ويحذر، أو نحذر جميعا أحبتي في الله، من التسويف، التأجيل، الإمهال، يمهل ويؤجل وتحدثه نفسه أنه سوف يستدرك وسوف يعمل صالحا وسوف، ولذلك يتأخر عن السباق ويكون في مؤخرة الصفوف. بادر بالأعمال الصالحة، لأنك لا تدري ما الذي يعرض لك. ما أكثر العوارض، قد تعرض لك فتن تحول بينك وبين العمل الصالح، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال قبل حلول هذه الفتن المظلمة المتلاحقة التي سوف تحول بينك وبين الأعمال الصالحة. قبل حلولها بادر بالأعمال الصالحة، بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يفاجئك الموت، يفاجئك الموت الذي لا تدري متى يأتيك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا عند الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. في هذه الحالة صحيح، لأن المريض في الغالب يسارع، لكن صحيح. وشحيح، بخيل على المال، يحب المال. وفي مرحلة إذا تقدم منها يرجو الغنى، وإذا تأخر عنها يخشى الفقر. في هذه المرحلة تنفق وتتصدق، في هذه المرحلة وأنت صحيح شحيح، هذه الصدقة هي أعظم أجرا عند الله. ثم يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: ولا تمهل، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوما، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لا تنتظر حتى الموت والمرض المفند مفسد، فإذا جاءك عند ذلك تريد أن تقول لفلان كذا ولفلان كذا وتريد أن تنفق، لا تنتظر ولا تمهل حتى يأتيك الموت، لكن عاجل، تعجل، سارع، أنفق، صلي، زكي، حج، اعتمر، سابق غيرك في الخيرات. لا تمهل ولا تسوف، إياك والتأجيل، فإن دون التأجيل الموت. وهل تنتظر أيها الحبيب، هل تنتظر إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟
أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ما الذي تنتظر؟ عوارض، كلها صوارف، كلها صوارف. تعجل وسائع وإياك والتأخر. ولا سيما أحبتي في الله في الزمن الفاضل، في مواسم الخير والطاعة مثل هذه المواسم التي نحن فيها في هذه الأيام في العشر الأول من شهر ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البزار وابن حبان وغيرهما، أفضل أيام الدنيا. مثل هذه الأيام تستحق فعلا من المؤمن أن يجتهد فيها اجتهادا عظيما كما كان السلف رضوان الله عليهم، لأنه ينال بالأعمال الصالحة فيها ما لا ينال بغيرها في الأيام الأخرى، كما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ الجهاد في سبيل الله كان مقررا لدى الصحابة رضوان الله عليهم أنه أفضل الأعمال، ولهذا جاء السؤال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم، حالة قصوى، حالة لا ينالها إلا العدد القليل. إذن العمل الصالح فيها يشمل الصلاة ويشمل الصيام ويشمل الحج ويشمل العمرة ويشمل الصدقة ويشمل ذكر الله ويشمل تلاوة القرآن. العمل الصالح عام يتناول جميع أفراده. إذن يجتهد المسلم في هذه الأيام في جميع الأعمال الصالحة بقدر الإمكان، ولا سيما ذكر الله. أحبتي في الله، فإنه جاء في عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. ما الذي نعمل؟ ما العمل؟ كيف السبيل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله. أكثروا فيهن من ذكر الله، هذا هو العمل. نعم، وما أسهل اللسان بذكر الله تبارك وتعالى، تذكر الله في كل مكان. ولهذا ورد في القرآن الكريم كثيرا وكثيرا قول الله تبارك وتعالى: ذكرا كثيرا، لأن الذكر لا حاجة به إلى موضع معين. نعم، في السوق تذكر الله، في مكتبك تذكر الله، في الشارع تذكر الله، مضطجع تذكر الله، نائم تذكر الله، قائم تذكر الله. ما أسهله على اللسان لمن وفقه الله تبارك وتعالى. إذن فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أكثر من ذكر الله في هذه الأيام القليلة. والصيام كذلك مشروع، ولا سيما يوم التاسع من هذا الشهر الذي هو يوم عرفة، إذ يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: صيام يوم عرفة
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم واحد أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى يكفر به ذنوب السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، يوم العيد، أعظم أيام العيد، أعظم من عيد الفطر، أعظم أيام أعياد المسلمين يوم العاشر، أعظم الأيام أيضا ضمن هذه العشر. إذن أحبتي في الله، فلنستفيد ولنستغل هذه الفرصة. والعجب العجاب أحبتي في الله أن كثير منا غافل، وكثير منا مهمل، وكثير منا متساهل. لو قارنت بينها، بين هذه العشر وبين العشر الأواخر من شهر رمضان، تجد البون الشاسع والفرق الكبير بين العمل الناس في تلك وعمل الناس في هذه. في العشر الأواخر من شهر رمضان الناس يجتهدون ليلا ونهارا لا ينقطعون، بينما في هذه العشر قل من يجتهد ويعطي حقها. تدرون سر ذلك أحبتي في الله؟ السر في ذلك أن الله تبارك وتعالى في العشر الأواخر من شهر رمضان يفتح أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران ويسفد الشياطين. أما في هذه العشر فالشياطين لا تسفد فيها ولا تسلسل، ولهذا تجد تعبث بالناس، تصرفهم عن طاعة الله، تعمل فيهم ما تريد، بخلاف العشر الأواخر من شهر رمضان. إذن أحبتي في الله، فلنجتهد كما كان سلف رضوان الله عليهم يجتهدون، ولنتزود، فإن الأيام قليل والعمر قصير والموت مفاجئ ولقاء الله تبارك وتعالى آت، وكل مجزي بعمله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.